السلام عليكم. شلون الطفل اللي في تبوك اللي طلب الامير محمد بن سلمان سياره؟ هذا هو البطل عبد الله. كيف حالك؟ الف مبروك. هذه السياره؟ هذه هي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مبروك. طيب انت ما تعرف تسوق؟ تعرف تسوق الحين؟ مبروك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ابو عبد الله مبروك، الله يبارك فيك، طول عمرك يا سيدي، والله يجعلها ان شاء الله مركب الهنا والعافيه. امين الله. لكن اللي انا تفاجات فيه طول العمر ان من طيبك ومن طناخه راسك، بس الله يبيض وجهك ويرحم والديك، انت تبرعت بالسياره بقيمتها علشان دية شخص، صحيح الكلام ده؟ لوجه الله تعالى. لوجه الله سبحانه. وهل رجل يقرب لك؟ من جماعتك. من جماعتك؟ من جماعتك. فقط. فقط. تبرعت بقيمة السيارة اللي أعطاها ولي العهد؟ السيارة كلها راحت له. والله تجيب ريال وإن شاء الله تجيب 10 مليون. السيارة للشخص نفسه. بيض الله وجهك. بيض. في لجنة مستلمتها والوالدة هي اللي تصرف فيها. والله إن فعلتك تفوز. الحمد لله. والله يبيض وجهك. وجهك يبيض. ويبارك لك في عيالك. آمين. وفي مالك. آمين. وفي صحتك. آمين. وترى الأفعال هذه ما يفعلها إلا واحد مطبوخ. مالك زوجك. ولي طلب عندك إذا ممكن. تفضل. تعطيني حساب الشخص بنزله في السناب. أيه. ها ابطلع ابطلع واحد فيلمين من طيبك، وبنزل حسابه وخلي الناس يتبرعوا لنا. خيرك مغطي الناس. الله يرفع قدرك. ما سوينا الخير والله. لا رجال، الله يطول عمره. لا ولا ولي العهد، الله يطول عمره. طول عمر ملكنا وطول عمر ولي العهد، والله يديم الامن والامان علينا يا رب، ويعزهم ولا يعز عليهم. اللهم طبعا حساب الاخ عبد الكريم العطوي، الله يفك الاهل ان شاء الله. حساب موثق في اماره منطقه تبوك، موحد جل واهل الخير شغالين. بيض الله فالدعم. بيض الله وجهك. والحمد لله يا رب. الحمد لله. إنا بنحط حساب الآن، وهي رسالة لكل من أعطاه الله وغناه إنه يتبرع لوجه الله تعالى. أنت رجل ما تملك من الدنيا إلا الطيبة للرأس، الله يبيض وجهك. وجاك سيارة قيمتها حوالي 700,000 ريال وتبرعت بوجه الله، وهو من ربعك، يمكن من طرف ربعك، بعد أبو قريب ولا أدعمه، لكن والله ما يسويها لكم. بنحط حساب واللي بيتبرع يا أهل الفلوس برع لوجه الله تعالى، ترى الدنيا فانية. أبو ركان عبد الله، الأمير محمد إيش قال لك؟ قال إيش؟ شو الله عبد الله شايف نفسه؟ أبكي. أفا ليش؟ عندي سيارة فخمة. عندك سيارة فخمة؟ الله يطول عمرك، عمر أبوك يا بطل، الله أنك بطل، ما شاء الله تبارك الله. شو الله عبد الله. दोस्तों, ये जब किंग सलमान तबूक का दौरा करता तो मोहम्मद बिन सलमान को एक सऊदी ने अपने घर पे दावत पर बुलाया था। जब मोहम्मद बिन सलमान ने उस जुमे को अटेंड किया और वापस जा रहा था तो एक बच्चे ने उसके साथ अलविदाई सलाम में मुसाफिहा किया। उसने बताया कि अना अबगा मर्सिडीज़ और अना खूब मर्सिडीज़, यानी मुझे मर्सिडीज़ बहुत पसंद है और मुझे मर्सिडीज़ चाहिए। जिसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अबशर अला हाशमी, यानी आपको आपका मर्सिडीज़ मिल जाएगा। जिसके सिलसिले में आज मोहम्मद बिन सलमान ने उस बच्चे को वो मर्सिडीज़ जो है वो दे दिया। जिस बच्चे का नाम अब्दुल्ला है, उसका वालिद साहब बता रहा है कि मैं ये मर्सिडीज़ बेच कर, तकरीबन इस मर्सिडीज़ का 7 लाख रियाल कीमत है, नया मर्सिडीज़ है, तो मेरे ऊपर कसास के दिया के पुलूस है, तकरीबन 1 मिलियन रियाल तो मैं इस मर्सिडीज से और वो पैसे पे करूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम।